جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: من نذر أن يذبح شاة في مكان هل يجب عليه الذبح في ذاك المكان؟ إذا نذر أن يذبح شاة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى هذا نذر صحيح، قوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. لكن لا يتعين المكان إلا إذا كان هذا المكان له خاصية، مثل مكة الحرم، يذبحها في الحرم أو يذبحها في المدينة النبوية. إذا كان المكان له خاصية وفضيلة على غيره يتعين هذا المكان، أما غير المساجد الثلاثة فالبقاع كلها واحد، يذبح في أي مكان فيه فقراء ويتصدق باللحم.